باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. معاكم سرية. نعمة ليكم وسلام. بقول زي كل مرة أنا شفت المسيح 5 مرات في حياتي. الجزء الخامس أنا عايزة أسميه البرية، عشان قبل ما ندخل في الرؤية الجديدة وندخل على البرية تكونوا فاهميني. احنا سيبنا الجزائر. الجزائر دي بلد جميلة جدا وناسها ناس طيبين، وحقيقة قضينا فيها أجمل أيام في عمرنا. البلد جميلة جدا. سافرنا بعدها لباريس، والحقيقة جوزي ساب الجزائر وسوينا كل ظروفنا وفعلا سافرنا لباريس. ما كانش عشان احنا عايزين نسافر، لكن علشان ان اتقرر للابن طبعا لازم يكون فيه متابعة، مع انهم ما كانش بياخد اي ادوية، ما كانش بياخد اي حاجة، بس كان لازم يعمل متابعة، لان في باريس قالوا زي ما هم يعني مصممين ان هم مش هيقدروا يسيبونا الولد قبل 4 سنين. المهم ربنا اراد واخدنا ابننا بعد 7 شهور، لانه شافوا ان هو كويس جدا وتاكدوا ان ما فيش اي حاجه، بس هيتعمل متابعه من وقت للتاني. وفعلا كان كويس جدا وكان في منتهى الذكاء. مش هقول لكم الذكاء الطبيعي، لا، الذكاء اللي فوق الطبيعه. وولد كان جميل جدا وما زال، يعني ربنا يديله نعمه وبركه. وكان هو وباباه بيعتبروا ربنا مديهم نعمة الحكمة. شكرا للأنبا صميل اللي سندني في التجربة اللي فاتت، والدير الأنبا صميل ورهباني الأنبا صميل اللي سندوني وسندونا سندة يعني بصلواتهم وبنعمتهم وبركتهم. بعد الفترة دي الحقيقة جه أبونا أبو جوزي، علشان هو حس إن هو مسافر السماء، فجه يسلم على أولاده في فرنسا، لأن كان لجوزي لي أخ تاني وكان موجود يعني، فجي يسلم عليهم وقال لهم أن أنا فعلا مسافر السماء واتنيح وسافر السماء. أجمل حاجة لمستني قوي أن بعد ما هو سافر السماء وكان قاعد عندنا في البيت، قعدنا لمدة 40 يوم. الأوضة بتاعته بتتملي بالبخور وبتتملي بسحابة كده جميلة، كل البيت فوق ولحد السلم تحت. فكنت أنا ببقى يعني في رهبة بصراحة، يعني كانت رهبة جميلة. وساعتها كنت بقعد بالأولاد تحت وما برضاش أطلع فوق. بقول لك يعني الرهبة دي كانت موجودة، بالرغم مثلا أنا شفت المسيح زي ما قلت لكم بعتبرها مرتين مش ثلاثة، لأن المرة اللي أنا شفت فيها المسيح في الصورة بيتكلم أنا ما حسبتهاش من الـ5 رؤى اللي أنا شفت فيها المسيح. فبكده احنا لسه بقينا 3 رؤى هشوف فيهم المسيح. بس الحقيقة نفسي قوي قبل ما ادخل في الرؤى اللي جاية بعد كده، وقد ايه برضو المسيح سندني في تجارب هتكون جامدة، ان احنا نتوقف عند البرية. لان البرية بالذات ربنا في 42 بلد هيقف فيها شعب بني اسرائيل في البرية، ربنا بيشرح طريق البرية. وعلى بناء هذا الطريق اللي في البرية في 42 بلد، وكل بلد ليها اسم وكل اسم ليه معنى. أنا الحقيقة الدراسة اللي أنا واخداها كلها إن أنا بدرس معاني أسماء 42 بلد اللي هيقف عليها بني إسرائيل في البرية. أنا واخداها من كتاب أبونا تدرس يعقوب مالتي لتفسير سفر العدد إصحاح 33. أنا ما جبتش برضو أي حاجة من نفسي، بس أنا بحب إن احنا نرجع للدراسة دي مع بعض علشان تفهموني بعد كده الدنيا هتمشي معايا إزاي. في البرية فيه زي ما بنقول 42 مكان، فيه 3 بلاد هيكونوا قبل ما يعدوا البحر الأحمر، بعد كده هيوصلوا لحد ما ياخدوا الوصايا 10، هتكون في البلد رقم 11، وبعد كده هتبدأ رحلة هنعدي على 4 جبال
هنعدي على 4 تجارب. يعني شوف الرحلة منظمة ازاي، لان ربنا علمني ودايما يقولي امشي المواضيع بترتيب، لان الهنا اله ترتيب. لو الانسان عرف ايه هي التجارب اللي هيعدي عليها، ايه هو الجبل اللي هو هيكون واقف عليه، هيمشي ازاي مع ربنا وهيحصل على ايه، هيبقى فاهم كل حاجة. ال 42 رحلة دول او بلد هيقفوا عليهم بيمثلوا من ساعة ما بيخرجوا لحد قبل نهر الاردن. لكن بعد نهر الاردن في بتبقى في مرحلة تانية، بيعدوا على 6 ملوك، وبتبقى تنازل عن الذات، ازاي بيقدموا النفس على مذبح البخور. وفيها ان انا بدخل اورشليم الارضية، بس هي في الحقيقة ان انا بدخل في علاقة مباشرة مع ربنا. اسمحوا لي الحقيقة بالدراسة دي على السريع، يعني هناخد فيها شوية وقت بس هنفهم فيها حاجة حلوة قوي. من جهة أسماء المحطات البلاد، فبتحمل عمل رمزي مستمر بيرفع النفس من العبودية عشان تعبر بهذه النفس الأعلى السماوات في مركبة روحية هتعبر بينا من مجد إلى مجد، هترفعنا واحدة واحدة لملكوت السماوات، وعشان نعرف إزاي نرتبط بالمسيح. أول بلد بيسيبوها لما هم كانوا في مصر، أول بلد بيخرجوا منها اسمها رامسيس، معناها إله الشمس، ومعناها صان الحجر، ومعناها بلد الفساد والاضطراب المزعج. يعني أخرج، ما تخليش قلبك زي الحجر، وأخرج منها ويلا بسرعة على تاني بلد اسمها سكوت، معناها مظلات أو خيام. لازم أعرف أني غريب على الأرض ومنطلق لحضن الإب، وأن أنا جندي تحت السلاح مستعد لمواجهة أي غريب. إثام، علامة أو مضيق. الله بيديني علامة بينور لي الطريق بعمود النار وبالسحابة، وبدخل من الباب الضيق. الله هيقود حياتي وهو اللي هينور لي الطريق. بيعدوا في البحر الأحمر، وبكده بتعتبر دي المعمودية بتاعت شعب بني إسرائيل، جميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. بعد البحر الأحمر زي بعد المعمودية بروح لبلد اسمها مارة، سوري، الفم الحيروس، معناها فم الكافور أو الصعود القاسي أو القفر. لازم أقبل الصعود في القفر قدام عيني مجدل الأمجاد السماوية، وأحسب حساب النفقة، وأسرع في الجهاد مقابل التجارب. هقابل فم الكافور، يعني مطلوب مني تقشف وزهد. وكده أنا في اليشب الأخضر، أنا لسه بشرح المراحل تاني، شايفين قد إيه جميلة. بعد كده 5 مرة، مر أو مرارة، بعد 3 أيام من العبور كل مر بالصليب هيتحول لحلو، هلاقي ارتواء واتمتع بالدفن، أي دفن الجسد، أي البذرة في المعمودية، أي صلب الإنسان العتيق وبهقوم مع المسيح، وبيظهر الإنسان الجديد اللي هينمو على صورة الخالق. وبكده حياتي بتتنقى وهشبه اليشب الأبيض. رقم 6، إيليم، اسم عبري معناه أشجار ضخمة فيها 12 عين مية و70 نخلة. يعني انطلق إلى الحياة، بس بالحياة الإنجيلية بالإنجيل، ومعاك الـ12، يعني الـ12 تلميذ والـ70 رسول، يعني ابني أساسك على أساس الكنيسة والرسل والتلاميذ وبيسير الكتاب المقدس. عشان كنيستك كده بقت كنيسة مفدية، احنا كده في اليشب الأحمر. بعد كده هو 7، شواطئ بحر الصوف، يعني قصب الغاب. ادخل في فترة من التأمل واعرف انك هتكون في غابة، يعني هتكون عايش في وسط الوحوش. ولما تنزل، لو نزلت حياتك، يعني لو حصل نزول في حياتك او سقوط، ارجع بسرعة للتوبة والاعتراف، وعشان هتجهز نفسك لأول تجربة هيعدي عليها الإنسان. فلازم أكون جاهز من جوايا لهذه التجربة اللي هتعدي عليا. التجربة دي هتكون في برية سين. أصل برية سين معناها عليقة أو تجربة. في العليقة كانت أول مرة ظهر فيها الله في العليقة لموسى. وفي التجربة بيبدأ الله يعلن لي عن ذاته، لأن هو بيجي يسندني في التجارب
علشان خاطر ما اقعش في فخاخ ابليس. وهميز هنا بين الحياة الروحية صوت الله وصوت الشيطان، يعني هيكون في اول تجربة في تمييز لهذا الصوت. بعد التجربة دفقة، معناها سوء المواشي، بيقولك تنازل الاول عن جسدك علشان تبقى في صحة، لان النفس مش هتتمتع بالحياة والصحة والشفاء الا بعد ان هي تكون في تنازلات عن كل الحاجات الجسدية اللي في حياتك. وبكده يعني هيبقى في حياتك الصحة الروحية، الشفاء النفسي، مفيش كل الاتعاب النفسية اللي بتبقى جوانا. قالوش اعمال، بما انك بقيت في صحة جيدة يبقى تقدر تقوم بالاعمال الروحية، هتقوم كمان وتقدر تسبح الله الشافي نفسك من امراضها، هتنطلق للعمل الروحي، بس ساعتها هتبقى فرحان، هتبقى مبسوط، مش هتحس بالزهق والملل والضيق. هتعمل عمل الله فعلا جواك، وهتكون سعيد بهذا العمل اللي جواك. رافيديم معناه متسعات. هتبدأ تتعلم التمييز، وبما انك ميزت صوت الله عن صوت يعني صوت الشيطان، هتبدأ يكون فيه بعض المديح، بس مديح بروح التمييز. ادخل على جبل سينا، برية سينا، هتستلم الوصايا، بس الوصايا الخاصة بيك عشان تلتقي مع إلهك فوق الجبل وفوق الأرضيات، تتسلم الأسرار كمان، وربنا يوريك جزء من مجده. وتعزيات الله ليك هتبدأ من إنك لما تطلع فوق أول جبل وهو جبل سينا. 13 قبروت هتاكو، تعني قبور الشهوة أو الشهوانيين، لأن ده الموضع اللي انت هتدفن الشهوات وتبطل الشهوات وتنطفئ الرغبات الشريرة كلها. ومن هنا الجسد مش هيبقى بيشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، لأن هتموت النفس الجسد مع الناموس، وهتحيا بجسد المسيح. وفي الحالة دي يبدأ النمو في حياتك، لان الجسد ما يبقاش تقيل عليك. حضروت ديار او حضائر، هو ذا المعنى، هيبدا يحصل معناها استقرار، لان حضروت معناها الاستقرار. النفس مش هتقدر تستقر وتشعر بالراحه كمان في دائره امنه لو هي بالروح القدس ما ابطلتش شهوات الجسد وقتلتها بالصليب، عشان الكنيسه بتاعتك تبدا تبقى من جوه نفسك بتنمو نمو مع المسيح. رثمة هو نبات بيتاكل في المجاعات، وبتستعمل جذوعه وجذوره في صنعة الفحم، وهي معناها رؤية متممة. النفس اللي هتقبر شهوات الجسد هتستحق التطيب والاستقرار، هتتمتع برؤية سماوية، هتتعرف على أسرار الجسد والتدبير الإلهي، وبالطريقة دي تبدأ كنيستك تبقى كاملة، هتدخل فيها بعمق وبجمال. رمون فارس معناها الرمانة، والرمانة هيدخل بقى، فاكرين الحجر اللي فيه اللون الأبيض والأحمر، يعني النفس هتتمتع بالرؤية المتممة، وهتفضل تقدر تفصل بين الأمور الأرضية وبين الأمور السماوية. وبكده هيحصل الانتصار جواك، لأنك خلاص أصبح جواك فهم كبير يعني ايه تقدر تميز وتفصل ما بين الارضيات والسماويات. لبنة ابيض، بدل ما انت ماشي ما بين الابيض والالوان، يعني الالوان، لا، انت هتبدأ تدخل في النقاء. ابيض تدخل النفس لرمون فارس، تنعم بالفصل ما بين الارضي والسماوي، بتختار ما هو سماوي، فبتنعم بالبياض وتنعم بالنقاء وتنعم بحياة الطهارة. النقاء للنفس، الطهارة للجسد. كنيستك منتصرة. جاهز؟ ادخل بقى على رصة، ودي التجربة التانية. التجربة ندى أو مطر أو تحطيم، يعني الندى والمطر دي التجارب اللي هتكون تجارب الفكر، والشيطان عايز يحطمك، فبدل ما الشيطان هو اللي يحطمك، ادخل انت وبالإيمان حطم كل فكر وكل مطر وكل ندى الشيطان داخلك فيه بتجربة، لأن التجارب هتبدأ تكون منظورة، وهي اللي هتقيق من أي حاجة جاية.
قهلاتة اسم عبري معناه مجمع. لو انت انتصرت في التجربة هتبدأ تدخل النفس في مجمع السماء كملكة صاحبة رئاسة، معاها عصا عرسها، معاها سدر قوتها وجمالها، عشان تبدأ تملك مع المسيح. عارفين يعني ايه نملك مع المسيح؟ عارفين يعني ايه المسيح يملك جوايا فأملك معاه؟ هو ده الميراث، هو ده الميراث الأبدي الجد اللي ربنا عايزه. كنيستك تنتصر، هتطلع على أول جبل جمال أو تاني جبل جمال أو أناقة، بتدخل للجمال والأناقة السماوية. أصوات البوق تشير لكلمة الله التي هي سر نصرتها وبهائها السماوي، إنها تضرب بالكلمة الإلهية أصوات وبوق الغلبة والفرح لكي تعيد عيدا سماويا بلا انقطاع مع إلهها. وكده مش الكنيسة بس منتصرة، الكنيسة ظافرة. حرادة رعب أو خوف، بتبدأ مخافة الله، لأن كل ما بتقرب لربنا وبتبقى في كنيسة المنتصرين وبتبقى عدو من أعضاء الكنيسة المنتصرة، أنت بتقرب شوية شوية لله، فبتحس بالرهبة، بتحس بإله مرهوب، إذا كنت إلها فأين مهابتي؟ المهابة، هتحس إن ربنا عظيم قوي وجميل قوي. مقهيلوت مجامع، عدو في مجامع السمائيين. تاني، هتتقدم من مكان لمكان، انت مش في مجمع واحد بعد، انت هتبدأ تدخل في مجامع السمائيين، في مجامع النورانيين. يعني عارفين زي الانبا تكلا هيمانوت الحبشي كده لما بقى في وسط الشاروبيم، انا مش عايزة اقول السمائيين القديسين، لا، النورانيين. تحت معناها تحت، معناها سر التثبيت، معناها ان الانسان المتضع يتحد بالله فبتبدأ الكمال في حياته. عارفين مش الاتضاع كمان ده عايز يوصلني الانسحاق الروح، لان ثمرة الاتضاع هتكون انسحاق الروح، وعشان الروح تنسحق ودي هتكون في المرحلة الروحية، فبيبدأ الكمال ويبدأ الاتحاد بالله. كنيستك دخلت في الكمال. تمارح وعل أو نوع من العنز الجبلي، بتبدأ تدخل في الدهش في الاختطاف، وكأن ثبتنا في المسيح وفي كلمة الله بيدخلنا لإدراك الأسرار الإلهية، فبندخل في الدهش والاختطاف الروحي، يعني بدخل إلى حجاله، أدخلني الملك إلى حجاله. الكنيسة كاملة بحجال المسيح، بالمسيح نفسه. مثقة، حلاوة أو الموت الجديد، بموت الإنسان العتيق، هنا بقى الإنسان مش الجسد، تبدأ الروح تدوق حلاوة المسيح والاقتران والارتباط بيه، وتلاقي البنوة، هتلاقي جواك، فاكرين لما بلاقي بقولك الصفاء، الشفافية، الوضوح، الجمال. كنيستك دخلت في الصافية. حشمونة، خصب وعظام، أي بالموت الجديد بتظهر العظام، يعني اللحم كله فنى، ما تبقى إلا العظام فيك، فبتبدأ الحياة الجديدة وثمار الحياة الجديدة تبقى فيك، فبتبقى الحياة دي بقى مش حياتك الجسدية، انتهت، فنت 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 فنت. الهدوء، السكون، الصفاء، الشفافية، الوضوح، كل ده هيكون في حياتك. مسيروت رباطات أو قيود، رباطات يعني أنا برتبط بالملك المسيح، بس لما برتبط بيه كمان ده بيديني القدرة على ربط إبليس، أرتبط بالمسيح أقدر أربط إبليس، ما يبقالوش أي مكانة في نفسي. وكل العمل ده بيبقى بعمل الروح القدس وحده، لأني تنازلت عن نفسي. في الكنيسة بتبقى كنيسة مستنيرة. بني يعقان، ينابيع وتنقية، الإنسان بيشرب من ينابيع الروح، تفيض فيك أنهار، والكلمة بتبقى أكتر نقاء في نقاء. كنيستك مستنيرة. أول ما بتعمل كده تروح داخل على التجربة رقم 3، حور انقباض أو تجربة، لأن التجارب هي قوة للنفس وسور واقي لها، تختلط بالفضائل اللي قلنا عليها جيدا عشان تعطي نفسك جمال وبهاء وكمال.
يطبات الطيبات عمل تيار الروح القدس وحلاوة الانتصار بعد التجربة هتديك استنارة روحية جميلة جميلة. عبرونا عبور، العبور من مجد المجد بنفسك بالكرازة، هتعبر كمان بالكرازة وبغيرة، وهيبقى عندك قبول الحق وعمل النعمة الداخلية. البس ثوب الحياة الأبدية، كنيستك كنيسة حية حية، حياة تانية خالص، نعمة تانية خالص، كنيستك كنيسة حية وأبدية. عصيون جابر، مقاصد الرجال والمشورة، روح المشورة والقوة في قلب الرجل، المشورة في قلب الرجل مياه عميقة وذوي الفطنة يستقيها. انت هنا هتشتغل بالروح القدس بروح القوة والمشورة. رقم واحد كانت روح الحكمة والفهم، اتنين القوة والمشورة، تلاتة المعرفة ومخافة الله. فإحنا في الجزء الثاني في الروح القدس لأننا في الحياة. هتدخل على تجربة تانية طبعا، إحنا بقى خلاص هنتجدعن وندخل التجارب. برية سين تجربة علشان يحصل تنقية أكتر وقداسة أكتر وسمو أكتر وبهاء أكتر. قادش سامي ومقدس، في الحياة المقدسة نرتوي بمياه الصخرة الحية اللي بتفيد لنا بالروح القدس خلال عصر الصليب. يتبدد كل عصيان وعجرفة لقورح وجماعته، ونتقبل الموت مع مريم بلا حزن، ناخد عربون ملكوت الحياة الأبدية عن عود عنب، وندخل في حرب مع الشيطان مع أدوم. ما أجملك يا يسوع. من هنا هنطلع فوق جبل، جبل هور معناه جبل. من يدخل قادش أي الحياة المقدسة يشتهي أن يرتفع على جبل هور ليستريح في حضن الله الآب. ومن هنا بدأ حضن الآب، بدأنا نسمع كلمة الآب. شايفين إزاي؟ يعني التناسق رهيب رهيب بين الرحلة وبين كل اللي إحنا أخدناه وإحنا كده كنيستك خالدة. سلمونا ظل الملك، تحت ظلك اشتهيت الجلوس. ده أنا مبقتش كمان تحت ظلك بس يا رب، ده أنا بقيت في حضنك. معقولة الجمال ده يا رب؟ معقولة الحلاوة دي يا رب؟ معقولة أقدر، يعني مش عارفة أقول إيه، أنا سايب إيه عشان أخد ده كله؟ أو أنا استاهل إيه ولا حاجة؟ فنون، لسانك لا ينطق إلا بالحق. وهنا الحق، هنا هنبدأ في الثالوث. أبوت، القرب من الماء، القرب من ماء الحياة الكلمة، لأن وعود الله صادقة وأمينة، كلمة الله صادقة وأمينة. هتحس إن كل كلمة بيقولها ربنا وكل حرف صادقة وأمينة. ديبون جاد معناها خلية، الإنسان الجاد في حياته يشهد بيها بين العالم كله كخلية حية وفعالة باسم يسوع. علمون دبلا تايم، أنا بنطقها على قد ما أقدر، أي تين قد زبل، خلصت حياتي القديمة، لا أستتر بورق التين زي ما عمل آدم. أنا في آدم الجديد، أنا في يسوع الجديد بدم المسيح الحي العامل فيا. يلا على جبل عبريم أمام نبو، هنقف مع موسى النبي على جبال العبور، نرى كنعان أمامنا فنشتهي الانطلاق للدخول إلى أورشليم. من هنا كأني واقف وبشتهي الانطلاق والدخول إلى قدس الأقدس. من هنا لازم أقف وأحرق الزيت. انتهت الرحلة مع موسى جنب نهر الأردن، النهر المقدس اللي حل فيه السيد المسيح ليعتمد وليعمد الكنيسة وهبا إياها روح النبوة والبنوة، مقدسا إياها كعروس للمسيح. من هنا ندخل قدس الأقداس ابتداء من هذا الجزء، وده ما ينفعش مع موسى، لازم ندخله مع يشوع، لأن مع يشوع
هندخل الجزء الروحي، لأن يشوع بيمثل بقى دخول المسيح نفسه، هو اللي هيدخلك لقدس الأقداس بالسبع الأجزاء الروحانيين اللي أنا لسه مش هتكلم برضه عليهم ولا حتى في المرة دي. مش عارفة أقولك إيه الجمال ده يا رب. أنت كأنك بتقولي حاجة صغيرة قوي، بتقولي سيب نقطة مية اللي هي سيب حياتك الأرضية عشان أديك أنهار 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 ماء حية. إيه هي نقطة المية اللي إحنا ماسكين فيها ومتبتين؟ ماسكين في حياتنا الأرضية، ماسكين في الناس، ماسكين في 100 مليون حاجة حوالينا، عايزين المجد الباطل وسايبين مجد السماء. ربنا مديني عمري عشان خاطر أستعمله عشان الحصول على مجد السماوات. اوعى تفتكروا ان احنا هننام بقى وخلاص نلنا الخلاص ومش هنتحرك. حركتك على الأرض وجهادك على الأرض هو اللي هيحدد لك مكانك في السماء فين، وكل ما هتجاهد أكتر كل ما هتقرب أكتر للإله الحي لعرش النعمة، كل ما هتقرب أكتر للمسيح هتخافه أكتر، هتلاقي جواك. مش عارفة أقولكوا إيه، هقولكوا على حاجة صغيرة كده يعني في الوسط، بس هي المفروض كانت هتيجي بعد كده بس مش مشكلة. في مرة أنا شفت البابا كيرلس، فكان يعني هي كان لسه في مرحلة جاية هبحكي لكم فيها عن بابا كيرلس، بس كان بيقول لي دخلني جوه بيت في رؤية. فدخلت البيت عبارة عن أوضة كبيرة قوي يعني زي صالة كبيرة قوي كده، وبصيت لقيت جوه البيت ده ما كانش فيه غير زي باترين جواهرجي، عارفين باترين كلها أحجار كريمة، كلها ألماس، كلها ذهب، كلها ياقوت، وبعدين ما فيش غير كده. فعايز يشاورني يقولي بس بصي لسه البيت مطرب، يعني كان فيه ترابة ناعمة كده على كل البترين وعلى كل الأرض. فبدأ يقولي ساعتها ادخلي نظفي. فبقول له أبدأ بالأرض ولا أبدأ بالبترين؟ قال لي ابدأي مكان ما تبدأي مش مهم، بس المهم ابدأي بترتيب وشيلي كل التراب اللي جواكي. بصوا بقى بدأ الكلام يبقى واضح بعد كده بقى، شيلي كل التراب اللي جواكي ولمعي كويس عشان تظهر نعمة ربنا كويس. فقلت له حاضر، فبسرعة جريت كأني باخد يعني مواد تنظيف كده وترشون يعني حتة قماشة عشان أبدأ ألمع الكنيسة. فاكرين الأنبا صموئيل المرة اللي فاتت بيقول لي امسحي الكنيسة؟ لما هشوف البابا كيرلس يعني لسه بعد فترة يعني هقولها لكم، هيبدأ يقول لي لمعي الكنيسة، يعني لمعي جواكي، أنا كل شغلي على كنيسة داخلية، لأني مش ممكن هعرف أشتغل في الكنيسة الخارجية من غير الشغل في الكنيسة الداخلية. الفترة اللي بعد كده أنا هبدأ فعلا خدمة، بس الحقيقة يعني ببدأ خدمة مدارس أحد، خدمة بسيطة بس هشوف رؤية من المسيح اللي هي هحكيها لكم فعلا المرة الجاية، وهحكي لكم هو قال لي إيه بالظبط وعمل معايا إيه بالظبط. بنعمة ربنا نفسي أقول لربنا كلمة واحدة معاكم، أرفعك أسبحك أباركك أشكرك أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك يا رب إلهي العظيم القدوس، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها، أمين. هشوفكوا المرة الجاية بنعمة ربنا.